ورجعنا لكم تاني مع فقرة مهمة جدا كل الرجالة بتحبها أو معظم الرجالة، يعني هي فقرة كمال الأجسام. النهاردة هيكون معانا كابتن كريم محمد، شهرته كيمو الدبابة، حاصل على البرونزية أرنولد كلاسيك 2018، مركز رابع أرنولد كلاسيك و2019. أهلا يا فندم. أهلا بيك. صباح الخير. صباح النور. منورنا. الله يخليك نور. عرفنا بقى بنفسك يا كابتن من غير ما تضربنا. لا 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 مفيش ضربه طبعا، بره شويه فاحنا خايفين. لا 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 مفيش مشكله عادي، يعني بتحصل دايما. انا اسمي كريم محمد، عندي 36 سنه. في الحقيقه اللعبه انا دخلتها يعتبر بالصدفه، كنت في ثانوي كده معايا اصحابي بيتمرنوا، كانوا بيجوا يقعدوا يقولوا لبعض انا اتمرنت كذا امبارح، وده يقول انا اتمرنت كتف، وده يقول انا اتمرنت ظهري بلعبت بكذا. فانا كان عندي فضول اعرف هو ايه، يعني ايه ظهر ويعني ايه كتف. فقالوا لي ده حاجه مش هتعرفها. فبقى عنده فضول ان انا اعرف ايه دوت واعمل حاجه. ودخلت لعبت في مركز شباب كده حاجه صغيره، ابتديت اتعلم واحده واحده سنه ورا الثانيه، لغايه اما بقيت كنت بجيب مجلات بتنزل كل شهر، كانت معروفه عشان احنا زمان الكلام ده في سنه تقريبا 99 او 2000، ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا انترنت ولا اي حاجه. فكنت بحوش ثمن المجله بتاعت اسمها ابطال العرب او ابطال الرياضه حاجه زي كده، فكنت بجيبها واقعد اشوف التمرينات واشوف الاكل واشوف الحاجات دي كلها وابتدي ان انا اطبقها على نفسي وهكذا، لغايه اما الواحد اتطور. وبعدين الموضوع بالنسبه له اتطور بقى كارير، بقى شغل. حبيت المجال، اضطريت ان انا سبت كدراستي، يعني خلصت دراسه وخدت البكالوريوس، بس حبيت ان انا اشتغل في حاجه انا بحبها، وابتديت انمي نفسي فيها واخد كورسات وحاجات كتير عشان خاطر ابقى مدرب دولي. اشتغلت على نفسك؟ اشتغلت على نفسي. حبيت الواحد لما يحب حاجه، يعني دي دايما انا بحب انصح بيها اي حد، لما تكون انت بتحب حاجه اشتغلها، عشان انت لما هتشتغل حاجه اللي بتحبها هتعرف توصلها للناس، وهتعرف تحبب الناس فيها ازاي، وكمان هتعرف تكبر نفسك فيها. لكن لو حاجه بتشتغلها عشان روتين وعشان وظيفه مش هتعرف تكبر نفسك ومش هتعرف تعلم من نفسك، لان انت بتبص كوظيفه روتين، تروح الشغل ترجع من الشغل تروح البيت تاكل وتشرب وهكذا. فعشان كده انا اشتغلت الحاجه اللي انا حبيتها والحمد لله ربنا كرمني فيها. تمام. طيب بدات بقى مشوارك ازاي لحد ما بقيت بطل، رحت بطوله ارنولد وكده؟ طيب احنا كده قلنا الجزء الاولاني، انا كنت ببتدي لا جزء بقى البطوله. دخلت بقى ربنا كرمني لما جيت خدت كورسات انترناشونال. احنا شايفين بطولات جميله هنا، حاجات ممكن نشوف الجوائز. ممكن نشوف الجوائز كده يا كابتن؟ دول بتوع البطولتين 2018 و2019 بتوع ارنولد كلاسيك، كانت معموله في جنوب افريقيا. دولت انا بتشرف ان انا كنت بمثل مصر في البطولتين دولت. طبعا احنا بنلعب باسم مصر في الدول في البطولات الدوليه دي، وربنا كرمني خدت مركز ثالث. طبعا في جنسيات كتيره كانت معانا، منها الروسيه منها الدنماركيه والالمان والانجليز، والحمد لله ربنا كان وفقني خدت برونزيه سنه 2018 وخدت رابع 2019. خطوه البطوله دي جت بعد ما انا اشتغلت في مكان كبير، ربنا كرمني رحت السعوديه اشتغلت هناك في جيم كبير من اكبر الجيمات اللي في السعوديه، ومن هناك ربنا ابتدى كرمني وابتديت ان انا اعرف ببتدي اظبط اكلي وابتدي اشوف جدول البطولات واهتم اكتر وكده، والحمد لله شاركت في البطولات وزي ما انتم شايفين كده الحمد لله. عقبال 2020 بقى ان شاء الله. 2021 بقى. 2021 ان شاء الله. طيب كابتن احنا امبارح طبعا لما عرضنا ان حضرتك جاي معانا كميه اسئله كده غريبه، طبعا انا مش فاهمه ايه السؤال. في حد بعد بيقول ايه الفرق ما بين التضخيم والتنشيف، وامتى ضخم وامتى نشف، يعني وامتى ابدا انشف؟ انا مش عارف. دايما انا دايما دايما يعني يقابلني حد في الجيم انا عايز اضخم انا عايز انشف. بصي خلينا مبدئيا كده، يعني التضخيم هو العمليه البناء العضلي اللي بتزودي فيه حجم العضلات بتاعه الجسم، ودي طبعا بتحتاج تعلي فيه الكالوريز بتحتاج، او بمعنى اصح البرنامج الغذائي اللي بتاكلي عدد السعرات الحراريه اللي بتبتدي تاكليها، الكارب او البروتين او الدهون الصحيه. فتبتدي تاكلي بكميه معينه على حسب حرق جسمك وعلى حسب احتياج جسمك ايه في مرحله البالكينج، تمام؟ فطبعا الكلام ده جسمك هيزيد فيه. طبعا احنا بنتكلم على الناتشرال، يعني احنا مش بنخش في قصه بقى بطولات والكلام ده كله.
فبتبتدي انت تشوف بقى البروسيس بتاعتك بتبقى عامله ازاي، بتتابعي طبعا لما بتعملي امبادي بتشوف جسمك بيطلع قد ايه وبينزل دهون ازاي، بتهتم برضو بكارديو وبالتمارين بتاعتك وبتغيري في التمارين بتاعتك، فدي بتبقى فتره الضخامه. تمام. لكن كابتن معلش بدون مقاطعه حضرتك، التضخيم ده مش عباره مثلا عن حقن او ادويه مثلا بتتاخد او مجموعه بروتينات، ولا هي بتبقى ايه؟ احنا بنتكلم عن الناتشرال، الناتشرال اللي انت بتاكلي اكل طبيعي بس كده. تمام. ولو بتدخلي سبلمنت، سبلمنت هي عباره عن اكل بس بيكون يعني متسخن شويه، وبمعنى اصح مبسط اكتر عشان الجسم يقدر يراه ويبتدي يكون سريع الهضم وكده. بالنسبه لموضوع الاسترويد والهرمونز والحاجات دي كلها، دي حاجات تانية بقى بيخش فيها لما بيكون داخله في بطوله او حاجات زي كده. فالناس بتقدر بيبقى ليها برضو اساليب معينه وليها حاجات معينه بتمشي عليها، بس احنا كبنتكلم كناتشورال، حد لما بيكون عايز يطلع مثلا معدل حرقه قد ايه وبيحتاج ياكل قد ايه عشان يزيد. النقطه الثانيه التنشيف، في حاجتين بقى ناس بيتلخبطوا فيها دايما، اللي هي التنشيف والتخسيس. الفرق بين الاثنين كبير جدا. التخسيس ان هو واحد كان تخين او عنده نسبه دهون عاليه وابتدي ان هو ايه ينزلها، ونسبه دهون عاليه مع نسبه ميه زياده فبيبتدي ان هو ايه يخسس جسمه. تمام. ده التخسيس. في بقى الكاتنج اللي هو واحد عنده معدل نسبه العضلات عاليه ونسبه الدهون عاليه الى حد ما ونسبه الميه برضو عاليه الى حد ما، فيبتدي يعمل كاتنج ان هو يبتدي ينزل الدهون الزياده على حسب خامة جسمه، وفي نفس الوقت ينزل المياه الزيادة بحيث ان يبان شكل الجسم اللي هو الفتنس او المود اللي احنا بنشوفه ده. اسمه التنشيف، ودي دايما بنسميها الكاتنج او التنشيف. دي في الغالب هي بتيجي في مرحلة البطولات، بنيجي الاول بنعمل بالكينج لو احنا بنخش بطولات، بالكينج الاول عشان تعملي حجم عضلات كويسة وتعملي كثافة عضلية، وبعد كده تبتدي تعملي كاتنج او تنشيف عشان تعملي حاجة اسمها عمق عضلي وتبتدي السيمتريا تبان والتنشيف والكلام ده كله. طيب يا كابتن كلمني بقى عن وجباتك وتمريناتك في الايام العاديه ووقت التمرين ووقت البطولات. وقت البطولات ماشي. في الايام العاديه انا بتمرن طبعا مره واحده في اليوم وبعمل معاها كارديو بسيط. الوجبات بتبقى تقريبا من 4 لـ5 وجبات في اليوم. في الطبيعي انت ما بتحاوليش تكتري في الكالوريز اكتر عشان خاطر ما الاكل لو كان زياده حتى لو كان صحي بيتخزن في الجسم وبيتحول لدهون. تمام. في وقت البطولات بقى ممكن اتمرن مرتين في اليوم، ممكن مثلا اخد 3 ايام في اليوم، 3 تمرينات في اليوم، على حسب انا في انهي مرحله في التحضير وعلى حسب انا محتاج ايه. يعني مثلا ممكن اغلب الاوقات واغلب الابطال بيعملوا كده، بيصحوا على الريق يعملوا حاجه اسمها كارديو، اسمه فاستنج كارديو، اللي هو اكنك صايمه او بتصحى تعملي كارديو وانت صايمه. والجسم بقى استنفذ كل الطاقه بتاعته، بتكوني لسه صاحيه اصلا، فبيشتغل اكتر على حرق الدهون وهو صاحي. هو انت بتكوني صاحيه بالظبط، ما بيكونش جسمك اصلا فيه اكل عشان يهضمه، فبتبتدي تاخدي حاجه ريكفري زي بي سي دبليو اي او جلوتامين، حاجه عشان تخلي تعمل استشفاء كويس عشان ما تقعيش في العضلات، وتبتدي تعملي الكارديو بتاعك على حسب بقى تريد ميل او مثلا هتمشي في الشارع او الكلام ده كله. وتاخديه وممكن تاخدي معاه تمارين بطن واخر. ايه رايك دلوقتي نروح نشوف صور اشخاص انت خسستهم قبل وبعد؟ تعالي اتفرج نشوف الصور. نشوف. ده كان لعيب معايا كان داخل بطوله. ايه ده، هو اصلا كان تخين؟ لا هو كان عنده عضلات بس هو كان عليها دهون شويه، دهون هو ومي. مش برضو مش حجم الدهون برضو بس كان الحجم ذات نفسه، احنا كنا محتاجين نزيد تقريبا 10 كيلو. يزيد 10 كيلو. ويزيد 10 كيلو بنشفان. فطب طبعا الصوره الاولانيه يزيد عضل، يعني عشان ما فيش ناس بتفهم. يزيد عضل، يزيد عضل 10 كيلو عشان ستيج عنده بطوله والمفروض وزنه يبقى تقريبا 95. ده يعني يا كابتن الاولانيه دي هو كان لسه ما شدش يعني جسمه، كان مشدود بس الحجم ما كانش كبير، كان وزنه في الاولى 85 الثانيه 95. يعني كده كمان شكله اصلا يخض قبل ما شاء الله قبل وبعد، يعني يخض حاجه يخض. انا خايفه منك اصلا. طب بصراحة. وده قبله بعد برضه، وده كان بقاله فتره كده برضه وكان سايب الدنيا بس شويه بس تحت بصراحه يعني. يعني ما هو انت لما بتعمل له خطه بتعملي خطه بناء على ان هو احتياج جسمه، وده برضه بياخد الهرمونات ولا لا؟ لا 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 ده ناتشورال. وده خس تقريبا معايا 35 كيلو. باين. والترهلات فين؟ لا لا مفيش ترهلات لانه نزل برياضه ودايت مظبوط. بس شكل جسمه جميل جدا.
ده برضو كان برضو مليان شويه، وابتدي احنا دايما النقطه كويسه ان انت دايما لما تخسسي حد ما فيش حاجه اسمها خسسان بس، بتشكلي له شكل جسمه، بتخلي عشان شكل يشد جسمه كويس جسمه. عشان يبقى جسمه مشدود، اذا كان بقى فيه عضلات، اذا كان فيه شكل جسم حلو، المهم ما يكونش فيه ترهلات. في مين تاني؟ اهو في واحد تاني. ده كان واحد برضو بيحضر معايا بطوله، يعني الترانسفورميشن ده ما كانش ناتشرال، بس ما شاء الله بصراحه يعني انا شايفه هو لا انا شايفه كمان ان كان جسمه مجهود كبير، بصي بطنه ووسطه، لان احنا عملنا الاول عملنا بالكنج الاول، بعد كده عملنا الكاتنج اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ده كام في الميه نسبه الدهون الثانيه دي؟ تقريبا 3 او 4% اللي هو اللي ده خالص بقى. شايفه؟ وده برضو كان مليان، ده ناتشرال برضو. ده كان بيتمرن معايا اونلاين، فكنت ببعت له التمرين وببعت له البرنامج الغذائي وكنت بتابعه اونلاين. وده كمان هو ده الاولاني احنا قلنا عليه، انه احنا زودناه 10 كيلو عضل صافي عشان خاطر الكومبيتيشن بتاعته. طب كابتن البنت بقى لو اتمرنت تبقى شكلها عامل ازاي؟ هيبقى شكلها هيطلع لها عضلات برضو كده ولا؟ ما عنديش عضل. لا لا بصي لا بس في بنات والله بشوفها بتبقى فعلا بتلعب حديد واخدين هرمونات بس. لا هرمونز، لا هقول لك على حاجه. اولا احنا عندنا، احنا كراجل وست عندنا الهرمونين بتوع الذكوره والانوثه بس بنسب متفاوته. الراجل عنده هرمون الاندروجين او هرمون الذكوره بنسبه 90%، 85 ل 90%، والاستروجين اللي هو هرمون الانوثه تقريبا بنسبه 10 ل 15%. تمام. الست برضو العكس، عندها الاستروجين 85 ل 90% والاندروجين بنسبه 10 ل 15%. يعني بمعنى صح احنا الحاجه اللي بتطلع العضلات هي هرمون التستوستيرون او المستخلص من الاندروجين، هو اللي مسؤول عن البناء العضلي. فطبعا انت عشان تطلع عضلات محتاجه كم هائل من الاندروجين عشان خاطر يزيد العضلات عندك. تمام. الست احنا قلنا عندها 10 ل 15% بس، فاللي هي مهما بتتمرن لو طلعت هتطلع معاها حاجات بسيطه، وظبطت اكلها وعملت والكلام ده كله، فبيطلع معاها حاجه بسيطه اللي هو بس هي، لان هي كده كده عندها عضلات، فبتطلع حاجات بسيطه بس اللي هي كشكل جمالي او تناسق مش اكتر. البنات بقى اللي الناس بتشوفها بقى عندها ترايسبس وبايسبس ورجل قد كده وكتف قد كده، لا الناس دي واخده هرمونز، لان هي الهرمون اي حد هياخده هيبتدي يحوله. لكن مش بس الحديد، الحديد ما بيطلعش عضلات للبنات. دي كانت معلومه غلط، دايما كل واحده تيجي تتكلم مثلا في السوشيال ميديا انا مش عايزه اخش حديد عشان ما يطلعليش عضلات ومش عايزه اخش بقى رجاله. هي طبعا دي معلومه غلط، لان لازم تبقى فاهمه الفرق بين ايه، خامه الجسم وطبيعه الواحد، واحنا رجاله وانتوا ست، حاجات كتيره بتفرق كتير. انا بلعب حديد زي ما انتوا شايفين. لا انا بصراحه ما بلعبش يعني، انا بخش حتى وبتلعب اوزان اكيد انا بلعب اوزان بخش الصاله اشوف الحديد اجري يعني، وانا داخله كده اشوف الحديد. رنا انا هاخدها معايا على فكره مره والله، مش هي لا ده لازم، مش معنى حلاوه المولد. لا لازم تروحي جربي يعني. ممكن بصي هي في ناس ممكن بتيجي معاها والله تيجي معاها بالصدفه. معاك يا كابتن تحت امركم طبعا في اي وقت، بس يعني احنا ما فيش. لا انت يا رنا انا مش هتمرن، انا خايفه منه لغايه دلوقتي. لا 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 بتقلقي. في ناس ممكن بتخش اللعبه دي بالصدفه زي ما انا دخلت بالصدفه وتحبها وتتعلق بيها وتبقى كارير في حياتها. صحيح. في ناس بتحصل معاها كده. في ناس ممكن يعني ممكن مثلا يعني زي مثلا الكوتش رنا كانت تخينه وخست، ولما خست حبت بقت مدربه وفي نفس الوقت عملت كتاب وعملت حاجات كتيره بصراحه ملهمه. محدش اصلا يعني هي لما حبت الموضوع بقى عندها خلاص عندها 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 حب للحاجه دي، فابتدت بقى بتطبقها وتشوف ان هي تقدر تطبقها ازاي، فدي حاجه حلوه طبعا. طيب يا كابتن ايه الفرق بين التدريب البرايفت والاونلاين بما انك ذكرته قبل كده يعني؟ التدريب البرايفت والتدريب الاونلاين. التدريب البرايفت لما بيكون معاكي حد بيتمرن معاكي في نفس السيشن، اولا ده بيكون اهتمامه اعلى، لان انت بتبقى واقفه شايفه زوايا جسمه بتشتغل ازاي، وبتبقى شايفه الويت بالنسبه له اذا كان كويس ولا عالي، لان في ناس ممكن تديها وزن هو يقول لك ده الوزن عالي وهو الوزن مش عالي، بس انت بتشوفي منه التمرين. وكمان ساعات العميل بيبقى خايف وهو بيشيل الوزن،
فبيبقى وانت واقفه معاه بيحس بامان فبيقدر يشيل ويطلع. لو هو مثلا يجيب 10 عداد بيجيب لك 10 و11 و12 بس، فبيكون احسن. انت بتشوفي التطور بتاعه عامل ازاي وبتتابعيه دايما وبتشوفي تمرينه والسترينث بتاعه وكل الكلام ده، خصوصا كمان يا كابتن فتره الكورونا. الكورونا فرقت، لا سيبك من الكورونا، دي الكورونا دي دمرت الناس كلها. بطل بقى لاعب جديد هي ما فيتش، دي حقيقه. الاونلاين بقى هو بيبقى حد مثلا عن بعد مش قادر يبقى موجود معاكي، او بمعنى اصح عنده شغله ومش هيعرف يكون موجود معاكي في ساعات مع بعض، فبتبعتي له البرنامج الغذائي او البرنامج التدريبي. بس اللي انا بقوله دايما لو حد مبتدئ ما ينفعش ياخد تمارين اونلاين. ليه؟ لان المبتدئ ده بيكون لازم الاول يبقى زي بيقولوا كده زي تحت الميكروسكوب، لازم تشوفيه وتشوفي الزوايا بتاعته هو بيتمرن، عشان ممكن يتمرن تمرين غلط وهو ما يعرفش. يعني ممكن مثلا تدي له تمرين مثلا سكوات ولا حاجه ينزل يقضي على الركب بتاعته وهو مش عارف اذا كان هو بيلعب صح ولا غلط، لان هو بياخد التمرين انا هلعب كذا هلعب كذا هلعب كذا. فما ينفعش ان انت تدي لمبتدئ، لازم يكون بقى له فتره وبقى هو عارف التمارين بيتمرنها ازاي والزوايا والطلوع والنزول، عشان ما يقدرش يعني والبايوميكانيك بتشتغل ازاي، عشان لما تدي له البرنامج هيبقى فاهم هيترجمها ازاي وهيشتغل عليها ازاي. طب كابتن هل الخبره بتفرق عن الدراسه؟ الخبره بتفرق عن الدراسه. بصي هقول لك على حاجه، انا اول ما اشتغلت كمدرب، انا اولا اشتغلت عشان كنت بلعب اللعبه دي، كنت طيب. بتدرب لنفسي بحبها. بعد كده اتعرض على اشتغل في جيم مدرب، اشتغلت مدرب تمام، وما كنتش بقتنع بحته الدراسه خالص. عشان نكون صراحه، يا عم انا فاهم كل حاجه، تعالى همرنك سوبر ست، تعالى همرنك دروب ست، تعالى هنعمل النهارده بالكينج، تعالى نعمل النهارده كاخينج. عشان انت كمان حابب الموضوع. بس ابتديت بقى ايه، حبيت اعلى من المكان اللي انا فيه. فقال لك انت محتاج تاخد شهاده، فشهاده يعني دراسه. فقلت خليني اخش اشوف الدراسه بتتكلم عن ايه. لما دخلت الدراسه، انا خدت اول حاجه كورس بي تي بيرسونال ترينر ناشونال، لقيت ان هو يعني حاجه، يعني الناس اللي بتستسهل الموضوع ده لا. انت اولا ما بتدرسيش اي حاجه متعلقه بالتدريبات، تخيلي بقى. انت في الكورس ده بتدرسي زي مواد طب، بتدرسي اناتومي، كانسولوجي، فيسيولوجي، بايوميكانيك، انجينيرنج، كل حاجه تتعلق بجسم الانسان. هو بيعلمك جسم الانسان ومكوناته والاعضاء بتاعته والاجهزه الحيويه بتاعته، عشان يجي بعد كده يقول لك طبق لي بقى عليه. لو احنا هنلعب شولدر بريس مثلا هتلعب ازاي، هتلعب تشيست بريس هتلعب ازاي الحركه بتاعته، ازاي المومنت، ازاي الفورينج اوف موشن. تبتدي ان انت تقدري تفهمي ساعتها ان انت تقدري هتعملي له برنامج تدريبي ازاي، ويدي لك في الاخر 3 ايام براكتس عملي. بس الاساس بتاعه هو بيدرسك مواد زي طب. ابتديت ساعتها فهمت، ابتديت استوعبت، لقيت هنا بقى بعديها ان الخبره مع الدراسه عملوا حاجه حلوه جدا. طبعا ان انت بقيتي بتبقى عارفه تتكلمي مع اللي قدامك ازاي، سواء اذا كنت عايزه تحميه من مفاصل، عايزه تخسسيه، عايزه تنزلي الكوليسترول، وفي نفس الوقت بتطبقي جزء الخبره بالنسبه للتمارين. فالاثنين بيكملوا بعض. اللي بقى عنده خبره يقول لك انا بطل العالم في مش عارف ايه وايه وايه، لو جيتي سالتيه في حاجات علميه ممكن ما يعرفش، عشان هو مش دارس. واللي دارس وما بيتمرنش او ما بيطبقش على نفسه عنده خبرة، مش هيقدر يديك المعلومه الكامله، لان هو في الاول ما طبقش على نفسه. وممكن هتاخدي منه معلومه كويسه بس مش هو ما طبقهاش على نفسه. يعني لما تيجي تقول له مثلا الدروب ست بيعمل ايه، هيقول لك الدروب ست بيعمل كده كده، بس تعال انت طبقه على نفسك هتلاقي ممكن بينهج من تاني تمرين. يعني لو انت بتنزلي تدريجي ولا بتطلع تدريجي بتفرق. طيب دلوقتي هنروح نشوف فيديو للكابتن كريم وهو على الاستديو وبيتكرم وبيعرض كمان كمال اجسام، ونرجع تاني. Thank you.
Thank you very much, Karim. From Italy, Andrea. Andrea. تكريم وكمان نصيحة للشباب. بس الأول كلمنا عن التكريم. التكريم ده كان في السعودية السنة اللي فاتت. رئيس الاتحاد السعودي كان كرمني على البطولات الدولية اللي أنا شاركت فيها 2018-2019 أثناء تواجدي في السعودية. وده طبعا كان شرف ليا ان انا اتكرم في بلد حلو كبيره زي السعوديه وانجازات بطولات دوليه، فدي كانت حاجه كويسه. بالنسبه لنصيحه للشباب، يعني عايز اقول له دايما لما يكون عندك حلم حاول تجري وراه، كافح فيه. ممكن مش هتوصله النهارده، بعد سنه، بعد اتنين، بعد عشرة، بس خليك وراه. صور البطوله، دي صور العرض ده، دي صور بعد ما خدنا التكريم البطولات المراكز. ودي صورة البطولة الأولانية، كنت مركز رابع. الأولى كنت مركز ثالث والثانية كنت مركز رابع. إن شاء الله 2021 تبقى مركز أول إن شاء الله بإذن الله. شرف اسم مصر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نورتنا كابتن كيمو. كيمو الدبابة، كنت منور البرنامج النهاردة، وصباحك حلو. وصباحك حلو كمان يا رنو. صباحك جميل. مشرفنا يا كابتن. كنت مشرفنا جدا. شرف ليا برضه. احنا دلوقتي فقرتنا خلصت، هنستناكم السبت الجاي في نفس الميعاد مع رنا عادل ورنا علي. مع السلامه.